اثنين
مسيرة الخريجين. جامعة طيبة اليوم تبتهج بهذا الحفل البهيج وهذا العرس الكريم، جامعة فتية حديثة النشأة ممتدة الجذور، استطاعت في سنوات قليلة معدودة أن تقدم العديد والعديد من الإنجازات والطموحات والتطلعات لتسهم في مسيرة هذا البناء وتقدم ورفعة هذا الوطن. يتقدم مسيرة الخريجين مرتبة الشرف الأولى، وهم الطلاب الحاصلون على معدلات عليا متميزة أهلتهم للحصول على هذه المرتبة. يتقدمهم الطلاب الحاصلون على مرتبة الشرف الأولى وعددهم 52 طالباً، فمرتبة الشرف الثانية وعددهم 236 طالباً. مرحلة الماجستير وهي إحدى عمادات الجامعة المساندة التي تسعى إلى إثراء المعرفة الإنسانية، ومرحلة الماجستير هي إحدى المراحل التي تقدم من خلال هذه العمادة، وعدد الطلاب المتوقع تخرجهم 43 طالبا. مرحلة الدبلوم وعدد الطلاب الخريجين 36 طالبا. كلية التربية وتعد نواة جامعة طيبة، حيث أنشئت بموافقة سامية كريمة للعام الهجري عام 1397 للهجرة النبوية، لتكون بذلك نواة فرع جامعة الملك عبد العزيز بالمدينة المنورة، وتضم عددا من الأقسام، وبلغ عدد الطلاب الذين تخرجوا من الكلية للفصل الدراسي الأول 218 طالبا، والمتوقع تخرجهم للفصل الدراسي الثاني 100 طالب. كلية العلوم وهي كلية تهدف إلى الإسهام في تقديم العلم والمعرفة وإجراء البحوث العلمية البحتة والتطبيقية، بالإضافة إلى أنها تسعى إلى نشر الثقافة العلمية والتقنية، وتضم عدداً من الأقسام كقسم الرياضيات والكيمياء والفيزياء والأحياء والجيولوجيا، وبلغ عدد الطلاب الذين تخرجوا للفصل الدراسي الأول 72 طالباً، وعدد الطلاب المتوقع تخرجهم للفصل الدراسي الثاني 62 طالباً. كلية الطب وهي كلية تهدف إلى تعليم وتأهيل الشباب السعودي وتخريج الأطباء المختصين في مختلف التخصصات الطبية وتزويدهم بمستوى عال من المعرفة والمهارة في مجال اختصاصهم، وتضم عددا من الأقسام كقسم الكيمياء الحيوية والسريرية والكائنات الدقيقة والتعليم الطبي، وبلغ عدد الطلاب المتوقع تخرجهم للفصل الدراسي الثاني 50 طالبا. كلية طب الأسنان وهي من الكليات التي تعنى بتخريج الكوادر الوطنية من أطباء وطبيبات الأسنان المتميزين علمياً ومهنياً وفن الأخلاق والقيم الإسلامية، وتضم عدداً من الأقسام كقسم علوم الفم الأساسية
وقسم جراحة الفم والوجه والفكين، وطب أسنان الأطفال، وقسم تعليم طب الأسنان. وبلغ عدد الطلاب المتوقع تخرجهم لهذا الفصل الدراسي 14 طالباً، وهذه هي الدفعة الأولى من خريجي هذه الكلية. كلية الهندسة، وهي إحدى كليات الجامعة التي تهدف إلى إعداد الكوادر المتخصصة والمتميزة في العلوم الهندسية المختلفة، وتضم عدداً من الأقسام كقسم الهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية. وقد تخرج من الكلية للفصل الدراسي الأول 12 طالباً، وعدد الطلاب المتوقع تخرجهم للفصل الدراسي الثاني 56 طالباً. كلية إدارة الأعمال، وهي من كليات الجامعة التي تسعى إلى تقديم المعرفة العلمية والعملية في المجالات المالية والإدارية، كما تسعى إلى تأهيل الكوادر علمياً إلى سوق العمل مع توفير الخدمات البحثية والاستشارية والتدريبية، وتضم عدداً من الأقسام كقسم نظم المعلومات الإدارية، وقسم التسويق والتمويل والاقتصاد والمحاسبة والإدارة. وبلغ عدد الطلاب الذين تخرجوا من كلية إدارة الأعمال للفصل الدراسي الأول 126 طالباً، وعدد الطلاب المتوقع تخرجهم للفصل الدراسي الثاني 237 طالباً. كلية الصيدلة، وهي من الكليات الصحية التي تسعى إلى تخريج الكوادر الوطنية والصيادلة المؤهلين بالأسس النظرية والدراسة العملية والتطبيقية التي تمكنهم من تقديم الخدمات الصيدلية المؤثرة إيجابياً في صحة المجتمع. وتضم عدداً من الأقسام كقسم الصيدلة الإكلينيكية وصيدلة المستشفيات، وعدد الطلاب المتوقع تخرجهم للفصل الدراسي الثاني 19 طالباً. كلية العلوم الصحية بالمدينة المنورة، وهي تهدف إلى تخريج وتأهيل الكوادر الوطنية المؤهلة للعمل كفن صحي، وتضم عدد من الأقسام كفن صيدلي والتمريض وفن المختبر، وعدد الطلاب الذين تم تخرجهم للفصل الدراسي الأول 20 طالباً، وعدد الطلاب المتوقع تخرجهم للفصل الدراسي الثاني 19 طالباً. كلية الآداب والعلوم الإنسانية، وهي من أكبر كليات الجامعة، تضم بين جنباتها أكثر من 10,000 طالب وطالبة، وهي تسعى إلى تجويد البرامج التعليمية وتأصيل البحث والنشر العلمي في الآداب والعلوم الإنسانية وترسيخ القيم الحضارية والشراكة الفاعلة في تنوير مجتمع المدينة المنورة. وتضم الكلية عدد من الأقسام كقسم الدراسات القرآنية والدراسات الإسلامية واللغة العربية واللغات والترجمة والعلوم الاجتماعية والمعلومات ومصادر التعلم والاتصال والإعلام والاستشراق. وبلغ عدد الطلاب المتوقع تخرجهم للفصل الدراسي الثاني 255 طالبا. كلية العلوم الطبية التطبيقية، وتضم عدداً من الأقسام الأكاديمية كقسم تقنية المختبرات الطبية والأشعة التخصصية والتغذية السريرية والبصريات والتمريض، وتعد هذه الدفعة هي الدفعة الأولى من الطلاب المتوقع تخرجهم لهذا الفصل الدراسي، وعدد الطلاب الخريجين 30 طالباً. كلية علوم وهندسة الحاسبات، وهي كلية تهدف إلى إعداد جيل من الكوادر البشرية المؤهلة وفقاً لأحدث علوم وتقنيات الحاسوب والحوسبة والقادرة على المساهمة في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية. وبلغ عدد الطلاب الذين تخرجوا للفصل الدراسي الأول 22 طالباً، والمتوقع تخرجهم للفصل الدراسي الثاني 103 طلاب.
كلية المعلمين، وهي كلية تعنى بإعداد الكوادر العلمية المعدة إعداداً تربوياً لمزاولة مهنة التدريس، وتضم بين جنباتها عدد من الأقسام الأكاديمية، وبلغ عدد الطلاب الذين تخرجوا للفصل الدراسي الأول 21 طالباً، وعدد الطلاب المتوقع تخرجهم للفصل الدراسي الثاني 15 طالباً. كلية المجتمع بالمدينة المنورة، وهي كلية تهدف إلى إعداد الأطر الفنية المدربة للعمل في المجالات الفنية والتقنية المختلفة، وتضم بين جنباتها عدد من الأقسام الأكاديمية كقسم العلوم الإدارية والمالية، وقسم علوم الحاسب والمعلومات، والعلوم الأساسية وتقنياتها، والعلوم الإنسانية وتقنياتها. وبلغ عدد الطلاب الذين تخرجوا للفصل الدراسي الأول 60 طالبا، وعدد الطلاب المتوقع تخرجهم للفصل الدراسي الثاني 165 طالبا. كلية المجتمع بالمهد، وهي من كليات الجامعة التي أنشئت حديثاً، حيث بدأت الدراسة فيها من مطلع العام الدراسي لعام 1430، وها هي اليوم تحتفي بتخريج دفعة من دفعاتها. والجدير بالذكر أن كلية المجتمع تضم قسمي الحاسب والمعلومات وقسم العلوم الطبية، وعدد الطلاب المتوقع تخرجهم 17 طالباً. كلية المجتمع بخيبر، وهي من كليات فروع الجامعة التي أنشئت بموافقة سامية كريمة، وقد بدأت الدراسة في أروقة هذه الكلية ابتداء من الفصل الدراسي الثاني لعام 1430، وبلغ عدد الطلاب الذين تم تخرجهم من الفصل الدراسي الأول 28 طالبا، وعدد الطلاب المتوقع تخرجهم من الفصل الدراسي الثاني 13 طالبا. ها هي مسيرة الخريجين في كليات الجامعة بالمدينة المنورة. ومن بين الكليات في فروع الجامعة فهناك كلية العلوم والآداب وكلية الهندسة بينبع، وتظهر لنا يا صاحب السمو مسيرة الخريجين في هذا النقل الحي والمباشر أمام سموكم الكريم. والجدير بالذكر يا صاحب السمو أن كلية العلوم والآداب بينبع تضم العديد من الأقسام الأكاديمية كقسم الدراسات الإسلامية واللغة العربية والرياضيات والكيمياء والفيزياء، وعدد الطلاب المتوقع تخرجهم 40 طالبا. كما أن المسيرة تضم طلاب كلية الهندسة بينبع، وتضم هذه الكلية عدد من الأقسام والتخصصات كالهندسة الميكانيكية والكهربائية والكيميائية والصناعية والمدنية والمعمارية، وعدد الطلاب المتوقع تخرجهم 11 طالبا. كما يتشرف أبناؤكم في فرع الجامعة بالعلا يتقدمون أمام سموكم الكريم في هذه المسيرة وفي هذا النقل الحي والمباشر،
وتعد كلية العلوم والآداب بالعلا هي من كلية العلوم والآداب بالعلا من فروع الجامعة التي تم إنشاؤها مؤخرا لتضم عددا من الأقسام العلمية والأدبية، وعدد الطلاب المتوقع تخرجهم للفصل الدراسي الثاني 163 طالبا. كما يظهر في المسيرة طلاب كلية المجتمع بالعلا، وهي من الكليات التي تم إنشاؤها مؤخراً في فرع الجامعة بالعلا، وهي كلية تسعى لتلبية احتياجات أبناء المجتمع السعودي وتأهيلهم وتدريبهم في جميع التخصصات الإدارية والفنية بما يتلائم مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل السعودي. وعدد الطلاب الذين تم تخرجهم للفصل الدراسي الأول 7 طلاب، وعدد الطلاب المتوقع تخرجهم للفصل الدراسي الثاني 22 طالبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، معلم البشرية ومربي الإنسانية، عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، معالي مدير جامعة طيبة الدكتور عدنان ابن عبد الله المزروع، أصحاب الفضيلة، أصحاب السعادة، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وخير بداية لحفلنا الكريم آيات بينات يتلوها على مسامعكم الطالب حسين ابن وليد التركي من كلية الآداب والعلوم الإنسانية قسم الدراسات القرآنية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. بصرت بالراحة الكبرى فلم ترها، تنال إلا على جسر من التعب. صاحب السمو الملكي حفلنا الكريم،
ها هي جامعة طيبة وهي تحتفي اليوم بتخريج دفعة من دفعاتها، وتجني ثمرة من ثمارها ليكونوا سواعد فتية في خدمة هذا الوطن والذود عن حماه بكل ما آتاهم الله عز وجل من نور في الحق وبصيرة في الرأي. يتفضل الآن معالي مدير جامعة طيبة الدكتور عدنان ابن عبد الله المزروع بإلقاء كلمته بهذه المناسبة، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مسدي النعماء ومجزل العطاء، سبحانه وتعالى جمع القلوب على حبه وألف بينها في طاعته، والصلاة والسلام على أفضل البرية وهذه البشرية سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحبه الأخيار، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، أصحاب المعالي، أصحاب الفضيلة، أصحاب السعادة، أولياء أمور الطلاب، أبنائي الطلاب، أيها الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تظل اللحظات الجميلة في عمر الإنسان كالشموع تنطفئ، فهي تسطر بمداد يشع نوراً وتنقش في سن العمر زهواً وفخراً، لتلقى على مدى الأيام لوحات تزهو على الجمال برونقها ويسمو في الحياة تألقها، وهو ما نعيشه هذا الصباح، حيث يزف أبناء الجامعة الخريجون بأجمل أعراسهم ونحتفل معهم في أبهج أيامهم، فهنيئا لهم ولأسرهم أمنياتهم التي تحققت وينابيعهم التي تفجرت لتخرج الوطن أعذب مياهها. ففي هذا اليوم تزف جامعة طيبة أكثر من 2000 طالب لكي يضخ دماء جديدة في شرايين الحياة في تنمية هذا الوطن، وتسقي المجتمع أحلى غديرها، وتقدم للأمة أسمى إنجازاتها، حقا إنها سيرة علمية باركها الله سبحانه وتعالى، لأنها في وطن مبارك شرفه الله بانطلاق رسالة الإسلام من أرضه الشريفة، وفي مدينة طهرها الله لأنها حوت في ثراها سيد البشر قاطبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأبناء هذا الوطن إن شاء الله جيل المستقبل الذي تعقد عليه الآمال ويحمل مشاعر الآمال المشرقة تلامس الجوزاء وطموحات وثابة تعانق الفضاء لتبني أفضل مستقبل لأفضل البلاد. شكراً يا صاحب السمو على هذه اللفتة الكريمة بحضوركم الميمون لمشاركة أبنائكم فرحتهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك خطاكم وجهودكم وتشجيعكم ومؤازرتكم، وطوبى لطيبة الطيبة بشخصكم الكريم لتدعموا مسيرتها التنموية الخيرة في ظل حكومتنا المباركة، وبرعاية قائد مسيرتنا مسيرة الوطن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، أيده الله وسدد على دروب الخير خطاه. يشد من أزره صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، وصاحب السمو الملكي الأمير مقرب بن عبد العزيز النائب الثاني لمهدي الدرع. وانتهز هذه الفرصة المباركة لأهني أبناء الطلاب الذين يقطفون اليوم ثمرة جهودهم، وأهني آباءهم وأمهاتهم على تعبهم معاهم وسهرهم خلال أيام دراستهم، كما يسرني أيضاً أتقدم بالشكر الجزيل إلى جميع أعضاء التدريس الذين ساهموا في صناعة هذا الجيل، وخاصة أصحاب السعادة العمداء والوكلاء، وأخص بالذكر معالي مدير جامعة طيبة السابق الأستاذ الدكتور منصور النزهة وكافة زملائه مدارين وفنيين. وختاماً أسأل الله العلي القدير أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صاحب السمو الملكي، أبت القريحة إلا أن تجود
في هذا اليوم الكريم ترحيباً بسموكم الكريم وابتهاجاً وفرحاً بهذا اليوم المبارك. ألحان العذوبة بالصوت الشجي الندي أداء يرتفع صداه في يوم أغر جميل لتستجم به النفوس وتستلذ به الأرواح. أوبريت منجم العلم، أوبريت من تأليف الشاعر الطالب عبد العزيز الردادي وإخراج الطالب راكان الجهني وتنفيذ طلاب عمادة الخدمات التعليمية السنة التحضيرية، فليتفضلوا مشكورين. أتبغي المحال لتحلو الجبال؟ فهيا تعالى لنبني الهمم. محال لقوم بلا أي علم ولا أي فهم علو القمم. تعلم وعلم بما أنت تعلم، ففي العلم منجم، فهيا اغتنم. وأكرم بشعب بجد ودأب وحبر وكتب بنوا صرحا. أتبغي المحال لتعلو الجبال؟ فهيا تعالى لنبني الهمم. محال لقوم بلا أي علم ولا أي فهم علو القمم. تعلم وعلم بما أنت تعلم، ففي العلم من جاء وأكرم بشعب بجد ودأب وحبل وكتب بنوا صلحا. وجيبوا فؤادي وصفوا ودادي، جميع ننادي أحبك طيبا بها المصطفى. وهذا كفى لمن قد هفى بنبض المحبة. أحب ثراها وصفوى سماها، وما قد حكاها مسمى وقربا. وجيب فؤادي وصفوا ودادي، جميع ننادي أحبك طيبا. أتبغي المحال لتعلو الجبال؟ فهيا تعالى لنبني الهمم. محال لقوم بلا أي علم ولا أي فهم علو القمم. تعلم وعلم بما أنت تعلم، ففي العلم من جام، فهيا اغتنم. وأكرم بشعب
بجد ودأب وحبر وكتب عندنا وصلحهم. فدي مهجتي لجامعتي لهذه التي تسمت بطيبة تمحي الظلام وذا البدر قام يشع إذا ما بها قد تشبه. غدوت بها فتنمد لها فإنا لها من القلب حبا. هوى غصب عني فذا فرض عيني بلا أي ماء يخالي قلبا. تبغي المحالة لتعلو الجبال فهيا تعالى لنبني الهمم. محال لقوم بلا أي علم ولا أي فهم من علو القمم. تعلم وعلم بما أنت تعلم ففي العلم من جام فهيا اغتنم. وأكرم بشعب بجد ودأب وحبر وكتب عندنا وصلحهم. تروي المواهب لدى أي طالب مثال السحائب متى تسقي تربة. تمحي الظلام وذا البدر قام يشع إذا ما بها قد تشبه. فذي مهجتي لجامعتي لهذه التي تسمت بطيبة وعند الختام خذوا من كلامي أرق السلام لساكن طيبة. أرق السلام لساكن طيبة. أتبغي المحالة لتعلو الجبال فهيا تعالى لجامع الطيبة. لجامع الطيبة لجامع الطيبة. صاحب السمو الملكي، معالي مدير الجامعة، الكلمة الآن للطلاب الخريجين يلقيها نيابة عنهم الطالب فيصل بن سالم الحويطي من كلية الطب، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، قضى أن لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ورفع الذين أوتوا العلم درجات، والصلاة والسلام على نبي العلم العلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيدي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة المدينة المنورة، معالي الدكتور عدنان بن عبد الله المزروع مدير جامعة طيبة، أساتذتنا الأجلاء، السادة منسوبي الجامعة، الآباء والأمهات، ضيوفنا الكرام، زملاء الخريجين، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها هي الأيام قد انسابت كانسياب السفن في عباب البحر،
وها هي سفينة رحلتنا في جامعتنا الحبيبة، قد طوت أشرعتها واستوت على الجودي، وقيل الحمد لله رب العالمين. ها هم أبناؤك سمو الأمير، تعلو وجوههم الابتسامات، وتترقرق في أعين والديهم دموع الفرح، وما أحلى دموع الفرح. ها هم أولئي يقفون بين أيديكم اليوم جنوداً مخلصين لوطن ومليك، تعجز ألسنتهم عن وصف شعورهم بحضوركم الميمون لمشاركتهم فرحتهم اليوم، فشكراً لكم سمو الأمير. مرحباً بكم أجمعين في يوم من أيام وطن ما قصر يوماً وما بخل، ولطالما أعطى كثيراً وبذل، يوم له في نفوسنا نحن الخريجين مكانة كبيرة، فها نحن على أبواب العطاء بعد الأخذ والإحسان إلى وطن بعد أن أحسن إلينا، وإنه لمن طبع الكريم رد الجميل بالجميل، ومكافأة الإحسان بالإحسان، إنه اليوم الذي سوف يتربع في ذاكرة كل خريج، فيه يقطف كل مجتهد ثمار حصاده، ويعترف فيه بالفضل لأهل الفضل، ويبقى الوفاء دوماً عنوان الشرفاء. التقينا هنا أساتذة فضلاء كانوا خير عون لنا في تحصيل العلم، أساتذة لو وزنوا بالذهب جزاهم الله خيراً لكانوا أفضل منه. يبقى الشكر دوماً لسان حال من ترقرقت عيناه بدموع العجز عن رد الجميل، وانفطر قلبه بحب أهل العرفان والفضل الطويل. هنا تقف الكلمات عاجزة، إذ كيف يشكر الإبن والده وكيف يعبر عن امتنانه له؟ لقد كنزت لنا مجداً نعيش به، فنحمد الله من للخير قد وهبا، سأنظم الشعر مدحاً فيك منطلقاً، يجاوز البدر والأفلاك والشهبا. قالوا تغالي فمن تعني بشعر كذا، فقلت أعني أبي أنعم بذاك أبا. أمي كبرت وأنت وحدك تعلمين، ما زلت أعشق دفء حضنك والحنين، هذه سنين العمر ما مرت سدى، قد صرت ما قد كنت يوما تحلمين، وليحفظ الله التي وقفت على بسط الجنان أحبها في كل حين. شكراً لكل والد ووالدة سهروا وتعبوا وبذلوا كل ما يمكن من أجل أبنائهم ورفعتهم. إخواني الخريجين، يا من خضنا معاً همومًا كثيرة في بيئة ثرية بالتربية والتعليم، اجتزنا هذه المرحلة بقلب رجل واحد، كنا وسوف نظل يداً واحدة، ولا أظن الدهر يجود بأمثالكم. الله الله في الوطن، إن الوطن لا يقوم إلا على أكتاف المخلصين من أبنائه. الله الله في الوطن، اجعلوه في قلوبكم كما جعلنا في قلبه. أوصيكم ونفسي بالاستمرار في طلب العلم، فالشهادة الجامعية بداية لا نهاية، ومنصة انطلاق لا محطة وصول، وما نحن هنا إلا على أولى درجات سلم العلم، وإنما يترجم العلم واقعاً بعد الجامعة. شكراً لكل يد رافقت خطواتنا الأولى هنا ورعتها، وأقالت وغفرت عثرتها، وامتدت نحونا مصافحة يوم التخرج فيا لروعتها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب السمو الملكي، إن الإسهامات العلمية والثقافية في جامعة طيبة
إسهامات ونجاحات متوالية بحمد الله تعالى، فقد حصلت جامعة طيبة على مراكز متقدمة في المؤتمر العلمي الرابع لطلاب وطالبات التعليم العالي. يتشرف الآن الفائزون بالسلام على سموكم الكريم وهم على النحو التالي: الطالب ياسر بن طلال الصاعدي، بدر بن محمد المزيني، محمد بن أحمد الزهراني، عمر بن عبيد الله المزيني، حققوا المركز الرابع بمحور العلوم الأساسية والهندسية في العروض التقديمية لمرحلة البكالوريوس. الطالب ماجد بن عواض البلادي، ظافر الشهري، محمد أديب شاهين، معتصم أنور إلهي، عبد الرحمن نياز، عبد الرحمن أحمد، أسامة بكاري، حققوا المركز الخامس في محور الفعاليات المصاحبة بالأفلام الوثائقية. لحظات التكريم والتتويج. صاحب السمو الملكي، يتشرف الآن الطلاب الخريجين الحاصلين على مرتبة الشرف الأولى بالسلام على سموكم الكريم. كما يتفضل الطلاب الحاصلون على مرتبة الشرف الثانية بالسلام على سموكم الكريم. خلاص. وفي الختام يا صاحب السمو، نشكر لكم تشريفكم لنا حفلنا هذا، ونبارك لأبنائنا الطلاب، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الرجاء من جميع أبنائنا الطلاب الخريجين البقاء في أماكنهم للسلام على معالي مدير جامعة طيبة والتصوير مع معالي. صور خذ كريم معه. طيب